أسعد الله أوقاتكم مشاهدي الجزيرة مباشر، وأهلا بكم في هذه الجولة في أسواق البلدة القديمة لنابلس. دعونا نأخذكم في جولة لنرصد وإياكم الأجواء الرمضانية التي تعيشها أسواق البلدة القديمة في نابلس، ونتحدث مع التجار والمواطنين حول ما يعيشونه في من أيام شهر رمضان المبارك من أجواء مميزة تتميز بها هذه المدينة. نتحدث في البداية مع أحد التجار. مرحبا عم الحاج، يعطيك العافية. أهلا وسهلا. تفضل. أهلا وسهلا. كيف تحكي لنا كيف رمضان معكم السنة، وشو مجال البيع اللي بتبيعوا حاليا؟ والله حاليا الحمد لله رب العالمين، نبدأ كلامنا بالصلاة على سيدنا محمد رسول البشرية، ونهنئ الشعب العربي والشعب الإسلامي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ونحمد الله على كل شيء، ونتمنى من الله أن يرفع عنا هذا البلاء وهذا الغم وهذا المرض. طبعا كل هذا بيجي بدعم من السيد الرئيس والمحافظين والأطباء، وبرضه من الناس نظافتهم وابتعادهم عن الناس وعدم التجمع. وطبعا بنفس الوقت نحن جميعا مثقفين ومتعلمين، الفلسطينيين بالذات وبمنطقة نابلس بالذات، الكل متعاون بهذا الشيء، وبيساعدوا هيئات الإنقاذ وجميع الكوادر التي تعمل على حماية هذه المنطقة وهذا البلد. وبالنسبة بخصوص موسم شهر رمضان المبارك، موسم ببشر بالخير والحمد لله رب العالمين. كلياتنا متعاونين بتخفيض الأسعار، لأنه الناس كلياتها وضعها المادي سيء شوية جدا والاقتصاد ضعيف، فبنحاول كلياتنا نتعاون مع الناس. اقتصاديا ما تأثرتوا بشكل سلبي في ظل جائحة كورونا، لا سيما أنه نابلس من المدن اللي حركة السوق فيها والتجارة فيها مفتوحة بشكل أنشط من المدن الأخرى؟ إحنا بالنسبة لنا حاليا بدك تقول نسبة المبيعات انخفضت من 50% ل60%، يعني المبيعات عن كل سنة في تراجع كبير في البيع والشراء. وبنفس الوقت إحنا معتمدين على المحافظات الأخرى، طول كرم، جنين، رام الله، عرب إسرائيل، عرب جلجوليا، حتى اللي بيجوا من عرب إسرائيل كانوا يعملوا حركة قوية عندنا جدا. حاليا كل هذا مغطى ومبتعدين عننا ومبتعدين عن التعامل معنا، وفي عندك عدم دخولهم للمنطقة مأثر علينا كليا. كيف بيع المخللات عندكم، هاي الأمور اللي الناس تقبل عليها بكثرة في رمضان؟ والله حاليا نحن مش اعتمادنا على البلد، أهل البلد يعني بيشتروا نص كيلو بيشتوية، الغريب بيجي بياخد اسطولة بياخد كميات كبيرة، ولأنه مش كل يوم بده يجي. فالحمد لله رب العالمين، ونشكر الله ونسأل الله العلي القدير أن يرفع عنا هذا الغم وهذا البلاء. شكرا جزيلا. أنتم بخير، أهلا وسهلا. إذا نتابع وإياكم مشاهدينا هذه الجولة في خان التجار، هذا أحد أسواق وأشهر أسواق البلدة القديمة في نابلس وأنشطها طبعا طبيعة الحال. نتحدث أيضا هنا مع أحد بائعي الأحذية هنا. مرحبا، يعطيك العافية. الله يسعدك يا رب يخليك. رمضان مبارك، تحكي لنا شو مجال شغلكم وكيف بيمشي معكم رمضان هاي الأيام؟ أول شيء كل عام وأنت بخير. ثاني شيء والله رمضان يعني الحمد لله عامة محمد إن شاء الله منيح، بس كوضع التجارة صفر، وكل التجار ما كده روح الهواء من الشكات، زائد تنش زي ما انت شايف مش موسم عيد وعندنا بضايع جديدة مش قابلين نعرضها، لان الناس بدهش يعني غالي، يعني الناس انجأ تشتري بثلاثين بعشرين، هذا اشي بمشيش معني. تاني اشي عندنا شكات كبيرة مش عارفين نغطي امور، لان فيش حركة شغل. يعني شو بتبيع حاليا؟ ايش المحل؟ عندي محل احذية فاهم علي، وعندي بضاعة من تركيا بضاعة ايد، بس بنعرضهاش لان الوضع تعبان اجمالا يعني فاهم علي كيف؟ زائد ثاني شيء الوضع تعبان كثير سيء على أمة محمد، يعني تطلع أنت عون الحلو فيش أشغال، يعني فيش أشغال نهائيا يعني بالزمن ما بده الواحد، والسلطة سمحت لنا إن نفتح يعني بالأسبوع الثلاث أيام، شلنا الثلاث أيام، يعني زعلش مني مين بده يسكر الشكاتي، يعني هيك جيت علي وأنا واقف زي ما أنا هيك، يعني بطلع على حالي عمال بفكر بالشكات وأنا واقف عمالي، بس بنقول لا حول الله يا رب بس. طب بتشوف ممكن الوضع يتحسن مع قرب حلول عيد الفطر السعيد ان شاء الله بعد اسابيع؟ يعني كل شيء بمشيئه الله، ولا بمشيئته ولا بمشيئته، طول ما عمي فيش اجر غربيه على نابلس على كل الضفه يعني تغلبش حالك، فيش اجر غربيه يعني تزعلش من احنا اول شيء رزقنا على الله ثم على الاجر الغريبه فاهم علي. ابن البلد يا عمي دايخ زي حالاتنا فيش معاه مصاري يصرف. شكرا جزيلا ويعطيك العافيه. حاج تحكي لنا برضه حبيبي رمضان معكم السنة. يعني الوضع رمضان الكريم الله اول شيء، والله الوضع تعب جدا. شو بتبيع تحكي لنا لو سمحت؟ ما ببيع انا، هيني قاعد موظف
قاعد. اما والله اقول لك ببيع بكذب، ما ببيع شيء، بس هاي في الوضع الله يعين العالم. الله يعطيك العافيه، شكرا جزيلا. مرحبا حاج، يعطيك العافيه. مرحبا، حياك الله. اهلا وسهلا، حياك الله. تحكي لنا شو مجال بيعك وكيف رمضان معكم السنه؟ والله احنا بنبيع ادوات منزليه هون، بس بصراحه الوضع السنه هاي مختلف كليا، لانه الاسواق في اغلاقات وفي الوضع الكورونا، فهذا اثر على الناس. ثاني شيء المحافظات مسكره تقريبا، الناس ما بتروح ولا بتيجي على بعضها، كنا نتسبب من الناس اللي بتيجي من برا، والإغلاقات اللي مثلا احنا يوم نفتح يوم كذا، يوم في إغلاق أيام فيش إغلاق، فهذا أثر بصراحة. ما بتشوف إنه وضع نابلس تحديدا كونها من المدن شمال الضفة وضعها أفضل من مدن أخرى؟ والله مدينة نابلس بصراحة ماشي الحال، بس نابلس تعتمد على الإجر الغريبة، إذا ما كان في إجر غريبة بتيجي من برا ما بصير هالحركة في مدينة نابلس. وبعدين الوضع الاقتصادي على الناس أصلا هو مؤثر كثير، حيث إنه الناس دخلها، ثاني شيء متطلبات رمضان كثيرة، ثلاثة في الشيء أعمال، العمال ما اشتغلوش وهلما جرى الناس، يعني بصراحة في ضيق الناس. الله يفرج على الجميع إن شاء الله يا رب. شكرا حاج، يعطيك العافية. هذا فهمان، هذا تحدث ايضا مع احد المواطنين والتجار هنا. مرحبا عم الحاج، يعطيك العافيه. يعطيك ابو طلب، حياك الله، حياك الله، ارضى عليك، حياك الله. قلنا شو بتبيع وكيف رمضان معكم السنه؟ يا سيدي كل عام وانت بخير. رمضان الحمد لله رب العالمين، بركه من بركات رب العالمين. اما كاحوال يعني هاي جائحه على كل الناس، يعني بمر عليه، مرت على العالم هذه ما مرتش على زمان اجدادنا، يمكن هذه الاوضاع هاي اللي احنا فيها. وضع الناس يعني بدك تقول من كثر الطغيان على وجه الأرض وقتل الناس الأبرياء، الله سبحانه وتعالى بلا الأمة كلياتها، العالم الكرة الأرضية بلاها في هذا البلاء. وحتى يعني المثال اللي احنا فيه اليوم حاليا، اليوم احنا بالصيف، في مثل عربي قديم بيحكي من كثر طغياهم كلب سيفهم اشتاهم رب العالمين على الأمة الموجودة اليوم. حتى الناس تعتبر شو هو اللي الناس وصلوا له، الناس قطعوا مرحلة، دخلوا في نفق عتم كبير. طب بتشوف انه ما بتشعر انه في امل، انك تأمل انه يكون في انفراج ان شاء الله، نخرج من هذا النفق المعتم؟ نعم اللي بتحكي. نعم، الرجوع رب العالمين وتكون الناس كويسة مع بعضها. يعني في قصة سيدنا موسى يوم ما رب العالمين قال له احكي لقومك انه السنة هذه ما فيش مطر، وبعد يومين او ثلاث او حكى لقومه انه قال لهم ديروا بالكم ما فيش مطر. فبعد فترة وجيزة كانت الدنيا اشتت، كانوا الناس بدهم يقولوا سيدنا موسى انت شو اللي عملته، انت كذبت علينا، انت نبي رب العالمين ناجي ربه. قال له هذول الجماعة صاروا هم، طبعا يعني فتك في حديث، صاروا هم يعني يعطوا بعضهم، الفقير اللي عنده شوية بضاعة أكل شرب يمونوا بعضهم، الغني يطعم الفقير. فالناس إذا يعني بيستعملوا الأسلوب هذا، انه الغني اللي معاه ألوف بكنز فيها ما بيعلم، بجوز بعد دقيقة او بعد سنة او بعد شهر يموت، يظل المصاري وراه. اذا الناس برحموا بعضهم وبيعطوا بعض وبيقدروا بعض، فرب العالمين بيعمل زي قصة سيدنا موسى يوم ما نزل المطر، لانهم الناس رحموا بعضهم. وانا متأكد باذن رب العالمين رؤوف رحيم قوي قدير عزيز متين من جميعه رب العالمين، بس يوم يشوف الناس برحموا بعضهم برضو هو خير الراحمين. في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة اللي بنعيشها حاليا، كيف بتشوف وضع التكافل والتعاضد الاجتماعي بين الناس، بين الفقراء والأغنياء مثل ما بتحكي؟ التكافل الاجتماعي بين الناس الحمد لله رب العالمين، احنا عندنا في فلسطين ممتاز جدا، الناس يعني الخيرين، الناس اهل الخير كثار، يعني في تراحم، في تكافل، يعني اذا بكون يعني في شغلات نسيان تنتسى بعض عائلات او اشياء زي هيك ممكن، اما يعني ما ظنيش انه واحد يكون جاره كويس ومحترم وبتعشى وبيعرف عن جاره انه جعان وانه يعني ما يوديلوش اي شيء. فالخير فيه وفي امتي الى يوم الدين ان شاء الله رب العالمين. نسال الله سبحانه وتعالى عيد رمضان علينا والاقصى وفلسطين محرره، ونسال الله سبحانه وتعالى بعدها احنا بننسى كل الجائحات هذه اللي احنا فيها. شكرا جزيلا، يعطيك العافيه. نتابع وإياكم مشاهدينا هذه الجولة، نتحدث أيضا مع تاجر آخر. مرحبا، يعطيك العافية. الحمد لله، الله يخليك يا رب. تحكي لنا كيف رمضان معكم السنة؟ والله أنت شايف يعني رمضان بيختلف عن أي سنة، يعني
بيختلف عن كل ايام السنين بالنسبه للاوضاع الموجوده. يعني شو مجال بيعك اللي تشتغل فيه تجارتك؟ كاس نايلون، شماعات بلاستيك، هيك شغلات يعني موجود، هيك امور، هيك. كيف تمشي معك الامور الاقتصاديه حاليا؟ الامور الاقتصاديه انت عينك والناظر، يعني اليوم الوحيد، اليوم الاول يعني اللي بيفتحوا فيه بلد حاليا، اول يوم بيفتح البلد بهي الصوره هاي، وطلع على البلد شوف كل محل بتشتري عمالها، تشوف مين عمالها ببيع وبيشتري يعني بشكل عام، يعني نهائيا مش موجود. يعني انا بطالب حاليا كمان الشكات، الالتزامات على شكات على التجار وعلى التجار موجوده، من انت تجيب الناس؟ يعني اذا انا بديش ابيع واشتري واذا بديش ابيع، فيش اشي غريبه في البلد، يعني اذا طول ما فيش اشي غريبه في البلد ما في شغل نهائيا. والله نزيرا انه يعطيك الف عافيه. والله احنا الشريحه الوحيده رح تتضرر، اصحاب المحلات عشان رح يطلع علينا. والبنوك اللي بدها كان دبي هذا متقلب تعال. يعطيك العافيه حاج، كيف حالك؟ كيف مراحب؟ رمضان مبارك. مبارك علينا وعليك حبيبي. قلنا شو ابرز الصعوبات اللي بتواجهكم حاليا في ظل جائحه كورونا كتجار من تجار البلد القديم؟ بالنسبه للبلد القديمه يعني حركه الاجر قليله جدا، الناس بتخاف تفوت جوا. قضية تانية ما مش عارفين نجيب بضايع، برضو في بضايع بالخليل بمناطق ثانية، في تقطيع بين المدن ما انت شايف مش سهل. اذا لك زبون خارج مدينة نابلس مش عارفش تبعت له، نفس القضية يعني بجميع الحالات محاصرين. هل وجود مع وجود شهر رمضان هل هذا الاشي يعني انعش الاقتصاد عندكم بشكل اكبر من الايام الماضية؟ زاد الوباء يعني زاد الصعوبة، يعني مش رمضان يعني على الايام بتكون مفطر بتفش قلبك بكاسه شاي بسيجاره بشغله، اما هيك قاعد صايم وانت بتتفقع لا بيع ولا شراء بتزيد هم يعني مش لنا. شو مجال تجارتك تحكي لنا اكثر لو سمحت؟ انا زي ما انت شايف يعني تحف، هدايا، الات موسيقيه، عندي بحر بضايع الحمد لله كثير، 100 شغله، دخان عربي، ام عسل، اراجيل. طب بتشوف هذه الامور حاليا تلقى رواج او اقبال من الناس؟ لا 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 نهائيا، هاي كل البضاعة الكماليات يعني في بتعلم، ما عدا الدخان العربي طبعا، الدخان العربي خفيف السوق صار الايام مش زي قبل. يعني شوف يمكن هاي الامور كانت اكثر اقبال من قبل السياح والناس اللي بيجوا زياره لنابلس حاليا مع ظل جائحه كورونا مع توقف السياحه بشكل كامل، اكيد هذا الشيء اثر عليكم، بتحكي لنا لاي مدى اثر عليكم؟ 90% 90% هاي البضائع ما بيشتريها قبل نابلس نهائيا، انا بعرف صار 30 سنه فيها، هاي اللي بيشتريها اللي هو عرب اسرائيل عرب الداخل، السياح بيشتروش كثير لعلمك، السياح اللي بيجي من برا وقت فكان الايدين الطرايه شحادين بتطخ على طول الشكل، ما بحكي جد معك، الزباين الحقيقيين لهي البضائع اللي هن عرب الداخل بس. شكرا جزيلا يعطيك العافيه، رمضان مبارك. مرحبا يعطيك العافيه، كيف الحال؟ الله يبارك فيك. الحمد لله الحمد لله. تجارة كاقتصاد كبيع كشراء؟ الله يخليك بخزر بخزر الله يخليك. جدي هاي كما تشاهدون إذن مشاهدينا على جنبات هذا السوق القديم خان التجار تنتشر الكثير من محلات الملابس والأغذية والأحذية وأيضا العطارة وغيرها من المحال التجارية التي تفتح أبوابها هنا بشكل مستمر، والعديد من المحلات هنا أيضا تفتح بشكل متناوب على أيام محددة في الأسبوع تماشيا مع الإجراءات الاحترازية في ظل جائحة كورونا كمحلات الأحذية والملابس تحديدا. اهلا وسهلا عمي، تفضلوا يا اخوان. مرحبا يعطيك العافيه، كيف الحال؟ الحمد لله حبيبي. رمضان مبارك، تحكي لنا كيف رمضان معكم السنه كتجار، بيمشي معكم كحاله اقتصاديه وتجاريه؟ ما هو الوضع اللي مر، ما انت شايف قصه الكورونا يعني هذه قطعت التجار كلها بشكل عام، يعني شفت 35 يوم سكرنا، بعدها جمعه وسبت، هلا خميس واحد وثلاثه، يعني الوضع الطف شويه،
نفس الوقت مش بس التجار، الطبقة كلها بشكل عام يعني تضرر، الفقير والغني من هالقصة هاي كاملة. طب مع تجديد حالة الطوارئ لـ30 يوم إضافية، كيف بتشوف تأثير هذا الأمر عليكم كتجار؟ لا مش كتأثير، الحكومة معها حق، بغض النظر إنه إحنا منتضايق، بس حقيقة الحكومة الفلسطينية أثبتت جدارتها مقابل الحكومات بالعالم كله. يعني نفس الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا انهارت، ولكن السلطة الفلسطينية لما اتخذت الإجراء قبل الوقوع الحادثة لكان إحنا هلأ بكارثة كبيرة كواقع يعني. تمام، شكرا جزيلا ويعطيك العافية. مرحبا، يعطيك العافية، كيف الحال؟ الحمد لله. رمضان مبارك. الله أكرم مبارك. تحكينا كيف يمشي رمضان معكم السنة، كيف شايف رمضان، الأجواء الرمضانية في نابلس وفي خان التجار والبلد القديم؟ والله عندنا هون الأمور بشكل عام يعني ظروف رمضان منيحة، يعني الناس تتعامل بشكل ممتاز، بس الوقاية يعني عندنا هون إنه الأمور لسه ما فيش مجال يعني إنه نتعامل بشكل مباشر مع الناس، لازم وقاية أكتر وأمور الوقاية تكون أحسن. كأجواء رمضانية، كيف الأجواء الرمضانية بتعيشها حاليا في رمضان السنة المختلف عن باقي السنوات السابقة؟ رمضان بسبب الظروف اللي احنا فيها مش نفس رمضان اللي قبله، يعني الأمور هون مختلفة بسبب كورونا يعني عشان هيك. تمام، شكرا جزيلا ويعطيك العافية. إلى هنا ومن خان التجار في البلدة القديمة لنابلس نصل وإياكم مشاهدينا لختام هذه الجولة في أسواق مدينة نابلس في خلال شهر رمضان المبارك. نتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا هنيئا ودمتم بأمان الله.